الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الديك الرومي المذبوح في المنام للإمام محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في منامه أن الديك الرومي مذبوح علامة على الطموحات والأحلام التي يسعى إلى تحقيقها وأنه سيصل إليها. حلم ذبح ديك رومي في المنام إشارة إلى الأخلاق الطيبة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا. تشير رؤية الديك الرومي المذبوح في المنام علامة على التقرب من الله تبارك وتعالى والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. رؤية الديك الرومي المذبوح في المنام إشارة إلى أن صاحب الرؤيا عليه إخراج صدقة حتى يتفادى الخسارة الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها في حياته. من يرى في المنام أنه يأكل الديك الرومي المشوي علامة على المناسبات السعيدة القادمة له خلال تلك الأيام. حلم الديك الرومي المشوي في المنام إشارة إلى التطورات السعيدة التي ستحدث في حياته الفترة المقبلة. رؤية الديك الرومي المشوي في المنام علامة على الرزق والمال الوفير الذي يحصل عليه الشخص والخيرات القادمة له. رؤية الشخص أن الديك الرومي المشوي في الحلم علامة على تبدل الأحوال إلى الأفضل وحدوث العديد من الأشياء المفرحة السعيدة في حياته. من يرى في المنام أنه يقوم بقتل الديك الرومي علامة على المال الوفير الذي سيحصل عليه والخيرات القادمة له. حلم الديك الرومي الميت في المنام إشارة إلى الأمور الصعبة والمشاكل في حياة صاحب الرؤيا خلال الفترة القادمة. إذا رأت الفتاة العزباء أن هناك ديك رومي ميت علامة على فقدانها أحد الأشخاص المقربين لها في الحياة. رؤية المرأة المطلقة الديك الرومي ميت علامة على تبدل أحوالها إلى الأفضل ودخولها مرحلة جديدة سعيدة في حياتها، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أنه يتصارع مع الديك الرومي حتى يصطاده علامة على وقوعه في مكروه كبير سيعاني منه فترة من الوقت. حلم صيد الديك الرومي بعد معاناة كبيرة إشارة إلى إنهاء الأمور الصعبة والأزمات في حياته وأنه يسيطر على زمام الأمور، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.